طفل بريء لم يتجاوز عمره العامين فقط، ولكن هذا الطفل لم يسلم من الحصار الشديد ومن المنع من السفر. هذا الطفل مرض بشكل مفاجئ لدى عائلته، هو طفلهم الوحيد من الذكور، وبقيت لديهم فقط طفلة واحدة من الإناث. كيف مرت هذه العائلة بهذه الأزمة؟ منع هذا الطفل من السفر، ولكن وجراء منعه من السفر للأسف الشديد ارتقى هذا الطفل شهيدا نظرا لهذا المنع. والدة الطفل أم عدي، كيف حالك؟ الحمد لله، بداية عظم الله أجركم، الله يرحمه وربنا يصبركم إن شاء الله. شكر الله سعيك. إيش اللي صار مع عدي؟ احكي لنا. هو الولد كان الحمد لله ما كان في إشي يعني، وإحنا الحمد لله يعني نزحنا، ما كان في الطفل إشي يعني، ولا عمره ما حكاش أي حتى يا راسه. فجأة وإحنا قاعدين الولد بس سخونية، رحت على مستشفى ناصر، فحكوا لي انه عنده نزله معويه، بس ما كانش في حاجه، وقالوا لي روحي يعني، ما اعطوني العلاج المناسب للنزله. وفعلا كانش الولد معاه نزله اساسا، اللهم صل على سيدنا محمد. فرحنا على المستشفى تاني، الولد تعب عاود اكتر بزياده، رحنا رجعنا على المستشفى، فهنا قالوا للوالد انه الولد محتاج بيات. مرة على مرة الولد صار كل يوم يحكوا لي، يوم تليف على الرئتين زادت الحالة يعني، لدرجة أنا مرة رحت على ابني في العناية المركزة ألاقيه أزرق أزرق، أقول للممرضة إيش مال عدي، تقول لي ما فيش دواء سخانة، اشتري على حسابك، دبري حالك، فيش يعني، هو مش عارف يعني، هو من فيش عندهم أدوية، ما فهمتش يعني، خلص أهم حاجة كان عندي أعالج ابني بأي طريقة. رحت على مستشفى الكويت شريت أكامول ورجعت على ناصر، يعني كله تشتت كان، حتى الولد مش عارف ايش اللي صار له. فجأة اعطيتهم الأكامول اعطوه اياه، ورغم هيك ما نزلتش الحرارة. يوم اول امبارح اجلنا اتصال على الساعة 7 الصبح، بتقول لي يعني عظم الله اجرك في ابنك وتعالوا استلموا. الحمد لله، وهذا وقعنا الحمد لله. هو برضو كان الولد المفترض يسافر، عملنا له تحويلة طارئة، معايا ورق بتثبت انه في تحويلة طارئة، وتوجهت لكذا مؤسسة، توجهت لمؤسسة انقاذ الطفل، توجهت لكذا مكان، توجهت وين ما كان، الكل يعني سكرت قدام الابواب، ما كانش يعني. هاد نتيجة الحصار، نتيجة انه العدوان الاسرائيلي علينا، لا ادوية لا علاج، حتى من ابني منع فقد ابنك من السفر؟ المنع من السفر، المنع من السفر. توجهت لكذا مؤسسة يقولوا لي فيش بدك يعني، اليهود هم يعني اللي بإيدهم مش بإيدنا إحنا، روح إذا خلص. والحمد لله، فابني طب انت، فقد هو كان نتيجة عمره 2 سنين بس وكان سنتين مريض وأربع شهور وفي له تحويل، اللي تحويلة، تحويله، صحيح كيف صحيح، المنع من السفر؟ نتيجة العدوان الإسرائيلي، الحصار نفس اليهود نفسهم اللي منعوا يعني. أنا توجهت للمؤسسة إنقاذ الطفل، حكوا لي يا أختي مش من عنا، من اليهود يعني، من نتيجة الحصار، نتيجة العدوان الإسرائيلي، نتيجة اللي إحنا فيه، النزوح اللي إحنا فيه، فقد أطفالنا، إهمال طب برضه في عنا، نوع من أنواع إهمال انمنع الطب. الطفل من السفر، ونتيجة للمنع ما تحمل، توفى. نتيجة المنع يعني، كان حتى أنا الدكتور المسؤول عن حالته كتب في الورقة درجة أولى نقل سيارة إسعاف يعني. من ساعتها حاولت حاولت حاولت، الكل يقول لي لا فيش بإيد اليهود، بإيد اليهود، وبالآخر قالوا لي خلص يعني، فقدت الطفل بسبب المنع الاحتلال إنه يعني يسافر الولد. كان عندك أمل لو سافر إنه يكون منيح؟ والله كنت متأملت، والله كنت متأمل إنه يرجع الولد لأحضانه، وكنت حاسس إنه حيرجع، بس الحمد لله حسبنا الله ونعم الوكيل في الاحتلال الإسرائيلي اللي وصل ابني إني أفقده. كان الله في عونكم. أنا أبو الطفل هنا، أبو عدي، يعطيك العافية. ما في قلبك. كيف بمر الوقت على أب وابنه بيكون مريض وفي هذا الوضع؟ والله صعب جدا، صعب جدا يعني. احنا من سكان غزة طبعا، مخيم الشاطئ، نزحنا وبيتنا انهدم يعني،
وجينا على الجنوب، ضلينا ننزح من مكان لمكان، وولادنا معانا أطفالنا، يعني هيك يعني وضع الاحتلال، يعني غصبين عنا طلعنا من مكاننا لنوصل للمناطق اللي احنا ما توقعنا من قبل أصلا. فنزحنا وجينا على الخيمة هنا، الولد يعني ما حطيت دم حياتي كله إله لما جبته، فيش إلا الطفل الوحيد لي، يعني لما جبته علاجات يعني بالأدوية بالإمكانيات، لما وصلت لما جبت ابني أنا تقويات الحمل في العلاجات، والعلاج غالي والديون بديون حتى لليوم، والله لليوم لسه الصيدليات بدهم ديون حق باقي الدواء من الطفل العدي ابني، وجوا والحمد لله بصحته كويس الولد. يعني هاي أغراضه، اللي هاي أغراض عدي، هاي الطفل كروسته. العدي وهذا الكوتة اللي فتت فيها في المستشفى، هذا لعب طول، هذا اللي تبقى من عدي، هذا اللي تبقى من اب. صبركم الله. هذه الأوراق، هذه ورقة التحويلة، هذه ورقة تحويلة عدي اللي بسببها، عشان احنا الحمد لله ملناش ايد يعني، وملناش، عشان احنا يعني ناس عقد الحال، وبسبب العدوان الإسرائيلي ما هذا الولد يعني. انا والله ما معي غير هالولد، ويعني جبته عن طريق الزراعة، والله بيعلم كيف جبت هذا الولد، هو كان الوحيد اللي إله في الشي، هو وأخته، والحمد لله رب العالمين اصطفى برحمته. تقدر ارتاحي يا مودي، ارتاحي، كان الله في عونكم. يعني بنتك؟ صحيح، هذه البنت الوحيدة. انتم مودي مش اول طفل كمان تفقدوه؟ احنا هي بنت وطفل، اول بنت، بعدين اجتني حنين بنتي، وبعدين اجاني عدي، هو ابني الوحيد الولد حنين؟ طفل. كيف حالك يا حنين؟ تعالي خالت. شو اسمك؟ حنين. اسمك حنين؟ كم عمرك يا حنين؟ 5 سنين ونص. 5 سنين ونص؟ بتروحي على الروضة يا حنين؟ اه. شو بتعملي في الروضة؟ طلع عليهم. أدرس. بتدرسي؟ بتعرفي عدي يا حنين؟ مين عدي؟ ايه، أخوكي؟ فاكرة عدي؟ صعب، صعب الموقف يا مهدي. والله مش صعب، وبس يعني ايش اقول لك، اصعب من هيك موقف ما مريتش، يعني اصعب موقف بحياتي. يعني شوف قديش العدوان والهذا، يعني اصعب حاجة في الحياة هي الفقد، بعد فقد ابني ما ضلش حياة، والحمد لله ربنا يصبركم ويعوضكم عوض خير. يعني هي جريمة جديدة تضاف لسلسلة جرائم هذا الاحتلال الإسرائيلي. طفل مريض عمره فقط 2 عام و4 شهور، يمنع من السفر ويمنع من العلاج بالخارج، لتفجع عائلته بوفاته قبل 2 يوم نتيجة هذا المنع الإسرائيلي. هذه واحدة من الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة وعلى الأطفال في قطاع غزة، وهذا بكل أسف يعني ما يحدث أهالينا هنا في قطاع غزة. هذه نهاية جولتنا، كنت معكم أنا علاء أبو معمر لقناة الجزيرة مباشر، خان يونس، فلسطين.